بحثاً عن المرأة التي قضي زوجها أثناء عمله في مصنع لتعليب الأسماك. قصدنا مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، حيث تعيش هناك مع أطفالها الثلاثة في منزل متواضع والكثير من الالتزامات. من الصباح أعتني بعيالي، مسؤولية العيال مش سهلة، صعبة علي، يعني ما بش حد يتحمل النفقة، أنا الداعم الأساسي لهم. عقب الحادثة بفترة قليلة وجدت هنادي نفسها في تحد لتوفير حياة كريمة لها ولأطفالها. لم يعد بإمكانها انتظار من يتذكر ما حل بالأسرة التي تسكن بالجوار، فالكثير من الأسر تواجه تحديات وعليها عدم الاستسلام. فبعد ما توفى زوجي خرجت، رحت أخذ دورة عشان أتعلم، يكون عندي حاجة تكون مصدر رزقي عشان ما احتاجش لحد، ما مدش يدي لحد. فرحت أخذ دورة بالمعجنات والحلويات وبدأت أشتغل. يساعدها أكبر أبنائها في إنجاز ما تقوم به، بينما تعد هي الوجبات القابلة للبيع خارج المنزل. لا بس إنه أحيانًا تجي صعوبات، ما أقدرش أجيب حق المكونات، ما أقدرش أجيب، وأحيانًا تجي يخلصوا علي المواد، ما أقدرش أغير بدالهم، وأرجع أتدين، ومع الأيام أرجع أسد الدين. أسوي شيبس، سمبوسة، أسوي كباب، بطاطا بالحمر، أندومي، أحيانًا بخمري. كل يومي وكل وقتي يجزع وانا اشتغل، لا الساعة 3 العصر يجي أحمد يشل الأشياء حقه ويروح يبيعها بالساحل. قبل أن تغيب الشمس يعود أحمد متعباً إلى المنزل، غير قادر على مراجعة دروسه والتي تتمنى والدته أن يكون متفوقاً فيها. وللآن لما أشوف عيالي أنوجع وانقهر عليهم لأنهم عادهم صغار، بس أنا حاولت أن أنا أكون أمهم وأبوهم بنفس الوقت، أملي حياتهم، أوفرهم كل اللي يحتاجوا عشان ما يحسوش بنقص، إنهم ناقصين عن الأطفال، إنهم هم ما بش عندهم أب. أمنياتي كثير، مش لأمنية واحدة بس، إنه يعني يكون في معي شغل واصل مستمر، يعني شغل أقدر
كل ما مرت الأيام يكبر الشغل ويتوسع عشان أستفيد أنا ويستفيدوا عيالي من بعدي، وإن شاء الله بإذن الله تتحقق الأمنيات والأحلام. اختار برنامج حيث الإنسان مكاناً مناسباً لجعل تلك الأمنية واقعاً، وتم إبلاغها. برنامج حيث الإنسان سيحقق لك حلمك بمشروع متكامل كما تتمنى. مبروك يا نادي. تخيل إن كل إنسان يشوف غيره بعين إحسان، ونبدأ كلنا نسعى نرجح كفة الميزان عشان تحلى لنا الدنيا وتتعافى مشاعرنا. نشارككم سعادتنا وصدقي وبالإمكان. وعلى مقربة من سكن أسرتها أقيمت أول خطوة في المشروع. رمم المحل، اختيرت الأجهزة الكهربائية المناسبة لصناعة المعجنات، وفي ذات المكان تم تخصيص مساحة للجلوس وتناول وجبة كان أحمد يضطر لحملها إلى الساحل بينما تنتظره والدته بترقب. عليك من كاس إذا سقيت عطشان. في قلبك وقد جاء الأهالي لمشاركة هنادي فرحة حلم تحقق وخوف يزول. مبسوطة جداً، فرحانة أنه أخيراً بعد هذا الجهد والعذاب أخيراً تحقق الحلم، وبنفس الوقت تفاجأت أنها حلم عمري تحقق كذا قدام عيوني، وتفاجأت بالمكان والمحل، فأنا جداً مبسوطة. قبل أي حاجة أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أنه وفقني وحقق كل أحلامي، وكمان أشكر برنامج حيث الإنسان وكل طاقم العمل حق البرنامج، أشكرهم جداً كثير الشكر لهم، جزاهم الله خير. وأنا لازم أكون قوية وأقدر أحافظ على المشروع وأشتغل في بون وأكبر بدل ما يكون يعني. فهذه الرسالة أنا أقدمها لهنادي اليوم عشان تتحمل وتوقف كذا بشغلها، و مش عارفة من كثر ما أنا مبسوطة وفرحانة مش عارفة أعبر عن اللي داخلي. هذا البرنامج برعاية
مؤسسة توكل كرمان.